تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندر وير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعة. توي اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديواننا؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمة بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. أيوة يا بابا تتعلم وتاخد شهادة. ما هو مش معقولة تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهادة ايه ونيرت ايه؟ النهاردة الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفة. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعة تشحطوا. والحكومة خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش أي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص أروح أقدم في مدرسة وألبس مريالة وأرجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم إنك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة، لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليك وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل ماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين ويقعد يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعته. انا سعيد جدا بهذه الزيارة. امرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكلة، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما أقصم لتجديد مبالغ الجامعه. ده شيء كتير، ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجان بيه؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيره التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعه اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجان بيه. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجان بيه. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي. انا نفسي اخد الشهاده من هنا من عندكم الجامعه. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعه ان تكون تلميذا ملتحقا بها. هو بس في مشكله صغيره. الثانويه العامه بتاعتي قديمه شويه، هي من 42 سنه. 42 سنه؟ يستثنى هذا الشرط؟ انت بتتكلم في ايه يا مرجان بيه؟ هي في الحقيقه مش ثانويه عامه، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سياده الوزير يا فندم، نكلم سياده الوزير. اتس فيري تريفيال ماتر، دي مساله بسيطه جدا. طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل.
ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قولي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه، ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء. يعني المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا ومتضار للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميه، ها نشغل بعض شويه، وانا تحت امرك في اي خدمه يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هديه مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقه عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ بس احنا بصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو، يعني ما اسمح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زر النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة المحاضرة يا عدي، أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه، الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش. وانا مش ابله، اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي، همدلك الامتحان ربع ساعة. ايه بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي، لا بقى ده كوسة بقى. كوسة انا من كوسة. هنعمل بقى شوية. ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت قبلة حاجة زي الفل، وبارك الله فيما رزق. انا مش قبلة، والورق كله بيتلم اخر محاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده؟
الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم ما انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامر وعليا. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ابا عمال سألتي مع البيت من الصبح ومحدش ملعينك. يا بابا حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. انكل حرام يا انكل، توسو ده جميل جميل. مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك. انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان، انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزان اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزان اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. اضرب بيدي من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. قادر؟ بيكول بيكول. صباح الجوافه، روح يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص، والواد تامر عليا النعمه بحسيه. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روح دماغك. هاي جوهي، انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيله بمزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضه؟ جايز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجة. بابا اهدى، خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعة ولا تعليم ولا اي حاجة. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا ده ما حدش عمه، ده قوي قوي. ما تسكتوش، ما تسكتوش. عم جيت، عم جيت، بيكون بيكون بيوتيف. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان، احمد مورجان. يا استاذ مورجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانتم مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟
ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده؟ امال بيحبها حب ايه؟ يا انكل عليا دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع عليا. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكم عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن ابو سعد. ده مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العيال مش صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مورجان، احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينان. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوز ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتور؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت وقع البيت على اخر الزمن، مش عارف ارفيكوا. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي كله وعدته في الجامعه، ابقى اشوف اخرتها ايه؟ يلا انت وقع البيت. يلا. خلاص اليغمه اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوبي يا انكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفرط الشيء وتليط الدين في ماسورة نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شوية. أنا مش فاضي، أنا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح.
وفي انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات؟ يعني انتوا زعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضيه مش في الحب خالص. امال قضيه ايه يا ست علياء؟ القضيه بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى، بص يا بابا بصراحه احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبه كلام كده يخص ثروتك مشوه صورتك شويه. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة؟ ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا، ما يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوار خلص على اذنك. تعال هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. ايه واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كله على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ أنا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهوراً حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وأدي له 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا يعني نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره
عشان ياخد الضجه بتاعته وما نزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه. العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي لو ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس لقد إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده أنت منور الدنيا كلها يا مرجان. بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة. بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه لا. نيجي لرغيف العيش اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 ما دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكلوا قبل ما يروح بيتهم، امه تساله لا مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاية من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصياً. أحد العمال اللي عندي أفشوه في لجنة ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت أروح أخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. أنت بتقولوا إيه يا جماعة؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للإعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفرة كبيرة حصلت في الإعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 أيام. إشاعات مالية البلد عن أنفلونزا الطيور. دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، إنما الفرخة قدام حضراتكم أهي زي الفل.
معاد الوزير والله. هو كله أطرح يولع يعود يعملوا لك دوشة. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم. أنا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوة دي كلها. سكك حديد مرجان. أنا هدفع للدولة مبلغ محترم واشتري السكة الحديد. وتسيبونا بقى إحنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، إحنا بندرس ده فعلا. فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فعلا ميرسي على السلامة. أنا بشكرك يا مرجان بيه. عليه يا فندم يا خبر أبيض. والله ابن حلال، بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي. العنوان حلو. عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجائزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لأصحابي. بابا أنا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ أنا أنأى بنفسي على أن أشارك في هذا العبث. دي مهزلة. أيوة أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش. دي ساعة الصبحية ما حدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني
حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دابل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانة انا دخلتك مكان زي ده. خلاص توش فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة علي شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكالتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال حكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا وفهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده، أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة، كشكيل اللي أنتوا تكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال عايز كام؟ 130 قرش.
130 قرش تعريف ايه؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو وادي 3 تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده انت حاجينها. ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. شنطة واحد يا حي. شنطة واحد. شنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا طلعتني من الكتاب. ده زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. طنطة واحد. ريه واحد. ابن الناس رحل. قول يا حضرتك ممكن تستقر لي العلوان دي؟ الله. ايه البلد اللي محدش لاقي بيرد على حد دي؟ المنصوره اتنين. صوفيا صوفيا الوشفة. طمر عندي الشفة. صوفيا صوفيا طمر عندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح الـ 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 المسهرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلة. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجة وحشة. وتعبت نفسك وجيت لهم مصر. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نم عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. ايه؟ في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرالي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسأل اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصارة. نزلني فين؟ المسعارة. تنزل المسعارة. ايوه. المعصارة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي. هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرة. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلدينا. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفه؟ دي الكوبايه 8 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده كويس. فتحش وسطك. محدش يدفع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى لهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟
باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا شعبك يلا يلا امري بينا. لله يلا بينا. ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي هنداوي انت هنداوي ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الهام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي الهام قوم يا راجل افتح دهدي طيب طيب انكتمي باي مين خالي بالحضن يا خال مين حسنين ايوه حسنين مش لحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعالى راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يلا في الزقوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت جيت خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايه ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيشي تعيش يا مرات خالي ما قلتيش بحاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب بقول لك ايه ايه تعالى اقعد هنا انا هنام هنا ده انا بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك اهو ده انت عليك تحكمات فاطمه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت ايه دي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه سنيه ايوه بتاع حبيبه كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ولد ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك مين قوم جامد قيمتك قوم معلش يا راس ابعاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك نطول على الاخر لا طول بالك شغلك. طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني جراه يا جدع مزجت حسب الله هي ولا ايه ما احناش عارفين انا مزجت حسب الله المزجت حسب الله ايه كك حش وسطك يا مرات خالي اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا هتبوق لنا كمان يا ولية يا عيب يا ولية اسكت انت انا مش ناقصاك
من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط شايفنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت؟ حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ، قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. ايه يا ولد خمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كبدأ في تنيتك وانت زي البغل كده، كتحش وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه يا خال، انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه. حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر، ما تزعلش، هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحات الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال حاضر. العيشة تعرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك، هو بني ادم على نياته وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. قال لا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ ها يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت
لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالد، خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوه بيهم. حاضر يا خالد. حاضر يا خالي. اوعى بقى اديني شاي ام حسن. الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن يا ابني. مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل، عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقه تواليت. ورقه تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خالد. ايه؟ اول حي يرجع. افتح يا خالد. ما تردش عليه. اهو شام محسن اهو. مش دي شام محسن. قال لأ. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شام محسن؟ هو شام محسن ومحسن عليه ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طهقت. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. قال لأ. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شام محسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بالتمام. ده بالذات ملوش داية حضرتك، بس دخلته كده مش حلوة.
اهلا 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 بالاستاذ جداوي. اهلا 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 اهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ، هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفت حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 وعشرة يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا لا ولا حاجة، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب. شلاء ام هاشم. شلاء ام هاشم. انا دايما اصلي جمعة هناك. السيدة زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجة جميلة الحقيقة. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يا جماعة، يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مستعجل. الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك الواد ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله كده هو ب 3,000 جنيه وعليه 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعطي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري. مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله كارثه فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات. خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، اوراقها محترمة،
مفيش خلطة واحدة. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركة عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعي أنا برضو؟ لا أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق أم والدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا يقول له هلا زبالة هلا زبالة. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زبالة هلا زبالة. عملنا شوية فلوس هناك زي الفل يا حسن. والأنسة علياء بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده أنا كنت في الأردن. أمال رحمها جت ولدتها هناك سميتها علياء. الملكة علياء طارت بيها. أي أيوة والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه أنت بطاطا أنت بطاطا. عملنا برضه شوية شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء ايه مالك بتعاتي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ده ايه ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيره ايه؟ اختك من النهارده موتة نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح. واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. بقى انا ادخلها جامعه محترمه. وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان انا مش هسكت. انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو. قصدي انا عشان نلحق البنت هناك. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه. الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. اه فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ اه انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره. اه حضاره. يا فعلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك من على التنس. تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه. اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه اروح حاضنها على طول. واحده من الساعة على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس يعني. زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه اروح حاضنك على طول. واقعد املس على شعري هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. عدي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك. هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل. You don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to teach you. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء يا بابا. أمال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء ولا هي أختك ليها اسم تاني بالإنجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No,
انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جان بتاعتكو دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليلة. معقولة بابا ما تعرفش ايهاب ودي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفة جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب ودي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعة. لو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعة. ده عارف بتاع الكورة. بابا حاتم جمعة ده أكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيدة شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزة شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيدة بعد ما مات. حزين عليه يعني. ألا هو مات راخر؟ نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحدة زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهاردة كاتبة مقال في الأهرام مكسر الدنيا. الدكتورة جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاوية رجال أعمال؟ بتشاور عقلك ولا يا مرجان؟ ده عارف طبعا أنا بحبك وبغير عليك قد إيه، بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت إن أنت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب أنتوا مش محتاجين دروس خصوصية دكتورة جيهان تيجي تديها لكم في البيت أنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتورة جيهان لما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش أنتوا. تدينا انا دروس خصوصية. النهاردة هنعمل تجربة ديمقراطية صغيرة قوي، انا عايزاكم تقولوا رأيكم فيا بمنتهى الصراحة وتأكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله، يعني انا شايف ان حضرتك انسانة عصبية جدا وساعات بتفقدي اعصابك ما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتورة جيهان انت انسانة متعصبة لرأيك، بتعملي نفسك فري ومتحررة انما جواكي افكار رجعية. ملابسك يا دكتورة ملابس فاضحة لا تليق باستاذة جامعية، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ قرايه يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك بالكلام ده والهرتالة دي، ما فاضي ما فاضي، انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي. يا حسن انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعد. ايه مالكم وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اصبروا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص هنا صوت الجامعة كمان. ما أي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. أنا بقول يا باشا إحنا نلم الموضوع أحسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين أنا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، مادام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب.
من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة. برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا، ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدايرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل أنا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهان مراد ومحدش عبرنا أنا. خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني. هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا. شوفوا ما جاش ليه. الأستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهان مراد؟ أيوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهان مراد؟ أيوه سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جهان. بابا. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جهان. بابا. هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا أبوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده أنا قعدت 50 سنة أشرب سجاير في الحمام عشان أبوها ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعه الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبقى خليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي. انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما سلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزوره. شوف الواد ده، انا فاهمها. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. عندك حبان ومستكه؟ ايه ومات، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي، الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه، من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيرك. خير مقداري. طب عندك حب هان؟ ايه
حبها. ايه الحبها دي؟ يعني حبها بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه في هو موجود الحبها هنا اهي. طب بقول لك ايه، ما تيجي تدق اكلي. ايه تعالى دق اكلي يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو لو مغفل. انت يا ست انت لعيبه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالت ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. من عوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلت. يعني ايه؟ هو حتى نوعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في الشغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه ده يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روح بلا هبل يلا امشي. احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. فاحنا بنربي فلان وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليه مجنونه بره. هي بتقول رجل عفريت بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه ايه تاكل؟ انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقول صاحبه. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتلفق في ايه فقطوع؟ اربه انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اختي زي هتنفخر بيا يا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. بابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فيزني من هنا. امي امي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيزت انت اهو، قوم يا خالتك كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر. قوطه قوطه يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجاني. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش.
وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله، اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقولك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمر ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش. يا ترى ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الداهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى تجيب حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى. دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا من السوق. أدينا افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. ما تتناشى الشروكه بقى، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجهر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا.
ممنوع النوم هنا. قال هو بيشتهي بيت ربنا؟ قال معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. اه اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ فاكر هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضينا. قوم. يجي منه تمام مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشت. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل ربيت. يا سي حسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في استريحتك. خليل حمار الغبي يا حسنين. انا بالمؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهة انتكت. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ، مش لعبه عيال.
طب خلاص خلاص، انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعال لي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناصية برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايزك تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرم، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب. ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجه لله.
إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، اتعشى. عشوه. بقول لك ايه؟ على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه، ما نحبش ناكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك. تبدا الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبوا سيبوا. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصر. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصر، يبقى تديني بالمصر. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله. شيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش.
الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه. من فضلك يا انسة، عايزين الحساب من غير منادة. طب مش كنتوا تقولولي؟ هنقولك ايه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ستي احنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلتلك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الزحليق. لا زحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الأم قرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبس. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس اصلا خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم. مش شي بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات دلوقتي؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوسك. يا ستي بيدعيلي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علوالي يعني؟ مثلا انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ما اجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هم انا هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب سعيده بقى. وانت من اهل انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكوم يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ عموش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه. انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم.
لا ربنا يكرمك، على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرب من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيل؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين اللي دول جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ما بنخاف نصرف، نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ سرمه. ايه سرمه؟ هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكي؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، عايزة اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هاتلي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا.
خش. تعالوا فرحين بدكم خيمة بعد كده تطلعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا ما تكلمش معانا بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش من ايدك ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف التلت ده يا غبي تديه لامك؟ امي أنا ما بتكلمش عن نفسي وبس، أنا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وإنني اليوم لابد. أوعى يا ولد. أنا بقى أدي التلت لأمي. مش عارفه ليه يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه. ولو اللي جوه اتصدروا تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا محسن بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي. عملت كليب واحد اتعرض مرة وتشال. تشال ليه؟ بس كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط، نجح. نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره.
مصيبة. مصيبة ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش يا شيء دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين ومنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا باسم ديش. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجسترينج هذا. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاعها في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام تمام. خلص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا دياببي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وأديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لا، لكن الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. بيه يا أم إبراهيم. بيه أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا. أيوة اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي. شوف النار كمان، شوف النار حلوين. أيوة بس 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 كويس أوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكجنج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده.
ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصوراتي بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معاسي الكيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم. ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه. دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله سحب. يا حلمي. امري فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. كيوي مليانه كيوي، تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجي صور يا فندم. تجي صور بسرعه. اولاد مين؟ اولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوافره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بتفضل لك معزه صغيره، ها؟ تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها؟ اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. ها؟ قطع البطه كده حتت حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للبشوات في البيت. مين دول يا ابو مصطفى؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ هينفع كده؟ في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم. اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني انت كبير بتاع يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده. عادي تبقى فولا ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. طب استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر.
اهلا محسن بيه، نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعاد سر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حاب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام، ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ ازيك يا بغبط؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثة بالله العظيم راجعه من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر، ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جابوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس برة كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ الحاجات طلعت يا ثروت! بنت الحرام! خسرنا كل حاجة! بنك منهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! يا حرام! يا حرام! طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلاح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك، اتفضل. أرض بره يا قلبي جوه، أرض جوه يا قلبي بره بره. مره 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 م
من بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو عالحل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتحي الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه؟ افتكرني امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. او ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشمي بس حبيت جس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfadal. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاك. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينة. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى حني عليه شوية. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغاية دلوقتي. وعلى فكرة جايب لك كلية جامو يجنن يجنن سيني بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا. يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حاضر. راح فين يا أنا مهجة النشر حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان.
اي والله. لا 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 اجمادي امال اجمادي يا مدام اجمادي كده. ها ها لازم تجمادي. انا اجمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. اي والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه، وكانه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. اي والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحه لان انا محسن. قولي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كانت فرح اللي انت بنتك وحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه والبي بيرة سعاد. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو. ها عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا 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 انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه و ها بس بس حبيبي يا حبيبي يا هاشم. مش هبره يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بون وي. بون وي. رافض. عينيا يا باشا. قلت لي بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه. قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا. سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ايه ده؟ عايز ايه؟
شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونيه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت، اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وانا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالي اقعدي اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. انا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، اول واكبر مجموعه اقتصاديه في الشرق الاوسط. شويه زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونه معصفره بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبري الليمون. ما تجيبش حاجه يا زفت. الواد ده جدع. اخيرا مهجه وافقت عليا. ياه انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم، اقدر اقولك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟ مش حضرتك ماضيه على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا محمد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي يا سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في البابا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد يعمل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، فستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا مش حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. اه تعشي من هنا، تعشي من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها ايوه بس اسمع. لا استنى استنى
معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك سيادتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع، انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي ماشي ماشي. استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ اه انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاية دي مجنونة يا رأفت. ايوه باشا، وبتاخد مهزقات. مهزقات؟ ايوه باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضي وعلى المليانة. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجة، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا. وانت بتحكي عن قصة كفاحك وازاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رأفت. ايوه يا باشا، اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا، عنك انت. ايوه عارف رجل الاعمال لما جيله فرصه لازم يثبت فيها، يمسك فيها بارد، ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. بس قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي. بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه ما يصحش يعني. طيب طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم. ها لطفي، دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله مهجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها الاقيها بنت لا ارجوك ما تقولهاش. بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جوازة أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوهم وامهم موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟
اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب والدوله هي اللي مش عايزه. ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهوريه. سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعليا ولفني وكندريزا رئيس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحق والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، أنا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال أسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخلية كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، أنا أصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. أنت فاكر إنك أنت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، إحنا متعسرين أكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس، ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ودينا احنا على قد نيتنا الوسخه والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيته وتزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس. وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحق والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، انا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟
مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. هاتوني هلا. منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. بس الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه. اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه وحبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القضاء المتوترين. انتوا مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكم 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا في الاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ اي يا راجل. اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده. اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تفضلي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيا بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بل كده. وبعدين يعني كما تعلمنا من حضرتك ان دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم. ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار سيادتك. شوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني بتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي أسوي. انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي.
فبيمتد انتماء اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت بقى انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. Thank you مالكي. Thank you very much مالكي. برا 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 امشي من هنا برا. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادة دي؟ اقلعها. يلا الله ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. قلع ده كمان؟ اقلع. ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى. مش هتسيبك. هتقلع الكرافتة وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي نديها فرصه تانيه. فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيه لنا اساسا؟ عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هان. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء واحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء واحده حمراء كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي. ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا إيه؟ ماشي. بقول لك إيه، خدي إديها هدايا لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ يعني بلاش؟ بلاش. بعدي. خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ.
طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها مش هقعد معاك شويه. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. بتعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري؟ دي لا، دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا، اللي جنبها، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت، تقوم سايباله البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ ايه؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير، تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غيره ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه، ولو غرقت يا سيدي هديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك، تبقى صرفت على ستة بس. موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فهمته ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. هلا، ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت؟ مين معاك بطاقه؟ لا لا، انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر حاضر يا باشا، مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم، انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ تيجي الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي، كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. الله، امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تهاني، يلا طلعوه بره. محسن، ده المفاجاه.
حلوه دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقوله ده رب تعيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير واكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره رخرة. وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رافض مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل. انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. وبس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجتي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ رب ارحمني فإني خاطي. رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم، والحزانة أعزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. واشتهاها فقد زنى بها. فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي. فقد زنى بها. تفوق الليالي. تفوق الليالي. كبرت يا جرجس. يلا خلص جامعتك، عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس، ما يجمعه الله لا يفرقه انسان،
وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعة بتتقن والتخينة بترفع والحلوة بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبة هي اللي تدوم. أصلها يا بابا كمان حولة شوية. العجيبة يا أخي أنت عليك حاجات، أنت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الأيام، وبالعشرة العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. أنت ما شفتش أمك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. انت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبه. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. آخ يا الله. اختشي يا عبد الهادي تهد. الله. جوزة الطيب وحجر النار دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله. مش أحسن ممشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كم سنة إن شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان إيه؟ عشان العزة بتاعك. ما هو بالطريقة دي الخارجة بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمة يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ أخوك أسامة فين؟ والله ما أعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا. حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. مؤتمرات إيه بس يعني؟ مؤتمرات إيه؟ إحنا لو قعدنا 100 سنة في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لعفين نبني كنيسة ولا حتى نصلح ضوء مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنة. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدولة؟ طب قولي، في كم وزير مسيحي في الحكومة؟ بس بوس وأحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسة. مضطهدين؟ مضطهدين إيه يا شيخ جاد؟ ده إحنا اللي مضطهدين. ده إحنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسة، وتلات أرباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانة ما بيشتغلوهاش. على رأيك، مديرين بنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات استثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين. أي والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. لقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون
والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمراً طيباً نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. سلام الله عليك. بقى لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وبعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما محبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود. هي دي برضو فيها حب وما حبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، واحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجه وحشه في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس.
اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ احمد؟ نسافر، نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي، ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجه. ربنا حمينا يا ويليام، متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، قوم احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. بس مصر فين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنه وشيعه، واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبلنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. باسم الصليب. مين سعادتك سيادتك في هذا اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده. انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس لفتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا. يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مسحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. عمال يوصيني عليك. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟
حاج عمران. حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ اسد. اه ابني جرجس. عماد 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 بولس ال... عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوامع يا بابا. ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش احنا في حماية ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. لسطور يا ساتر. لمؤاخذة يا شيخ حسن. حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جار الواقف إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوة. طب لا لسه بنرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه أنا وأمه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس. الراجل ماشي. قوم انت. هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله. هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول. وشه سمع وعينيه بينط منها النور. الا هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا. انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خليك جنب ابنك ان الله غفور رحيم. اه يا مولانا انا اسف. والله ما هو ذنبي يا مولانا. انما الاخوه في المسجد انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني. تقوم تديها لحسن العطار تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج وهو مش هيقعد فيها على طول. دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. عرفيني يا هاني. مريم سعيدة. يا مريم ازيك يا هاني؟ وازاي انك جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني. لا يا هاني اصل انا ده هدية مني مش هاخد منك تمنه. اصل انا ما تعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفة يا هاني. مساء الخير. مساء بابا. هي الشقة اللي وصلنا سكرت؟ أيوة
الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا كاهن كنيسه نرجركس، والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقه، نورتوا الشقه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه الاستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئه رب المجد تطلع معانا رحله الكنيسه عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركه الانبا موسى الاسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطبه، ويريد كمان تصلي معانا البصخه. اصلا انا لسه راجع في السفر يا ابونا، ويعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على على على, على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. ايوه ايوه ايوه، اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا استاذ حسن، احنا جينا لك من غير لائحه ولا دستور. لائحه ودستور ليه؟ اتفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار. وتشاكر خالص، خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه يعني؟ انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك. احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجة، ويلي مش عادة، ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرا لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين. لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. إن
إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله يا الله خير الحياة وخير الممات وثبتنا وسق الموازيننا يا الله يا الله أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ازيك يا حاجة أهلا أهلا أستاذ موريوس اتفضل اتفضل أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة حرفا يا شيخ حسن اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ مورس اهلا وسهلا تفضل 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 استاذ مورس تفضل خطوه عزيزه يا شيخ حسن انا من اول مره شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه ما تخافش سرك كبير انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرز. صح. أنت مسيحي طيب يا مرز. شاي يا أم عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهاردة نص شعبان. نص شعبان طبعا صايم امال ايه الشاي ده عشانك يا مرسى كوبايتين ما احنا عندنا كده الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين واحده زياده وواحده ساده اتفضل اشرب لا لا اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط معلش بلاش الشاي عصير يا ام عماد لا 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 العصير بيرفع لي السكر شويه ميه يا ام عماد لا لا اصل معدتي وجعاني خليها لبعد المغرب حاب اجي افطر معاه السلام عليكم مع السلامة مسيحي طيب مرس شوف لك حل في ابنك ده جرجس ماله كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع امسك كلم اللي هو مختار يتصرف ينقله جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه قنبلة تي ان تي شديدة الانفجار يا مختار ماسك يا مختار ماسك يا مختار ماسك يا مختار ماسك في ايه يا فوزي تليفون عشانك يا ماسك في
في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس ودواته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشا. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه مصر يكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المنيا. ايوه ايوه لازم يشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات باي صفه، وانا حرمتك كل حاجه. معلش انا بتقل عليك ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعاده تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صحي يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. لا جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي يا عم، اطمن بقى، كله هيمشي زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار يا مختار باشا، مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكلتنا زي الفل، مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقي دماغه. مريم، انت مريم انت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بقى اليومين دول بقت بلش وقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. هاي هاي نانسي، عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجة، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم، مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركاء. اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه،
على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل؟ صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف. مصحف. ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن. اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين دهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا خلص الشيخ حسن الاول. انا ما ورايش حاجه. مصحف يا شيخ مرقص. امال تعبرين عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب. صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الدهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمد. يا عم خليك معايا. ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص. ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره. المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجواهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولان، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخلفه وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية؟ رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوماً.
مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقت اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمله في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعية قالوا ان حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحدة ست قوية ومستبدة، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. احب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزة تروح النيابة. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضح. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابه، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، ابعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. وده برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعة؟ امال بشوفها يرد ازاي؟ دخت ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاولياء، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. انت انا خلفه يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خلفه. ايه واحد واحد؟ طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد انا يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خلف. واحد 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 واحد، ما ينفعش الرجاله اللي انتوا عاملينها دي. يا جماعه اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله،
كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنت حسن عطار؟ أيوة. فاضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جريه ام عماد. الله عماد، عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوة أنت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوة إزاي؟ أنا جاي معاكم. خليك أنت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. أنت بتقول إيه يا مولانا؟ على النعمة الشريفة مصيبة، إحنا كلنا جايين معاك. إحنا بنرجع يا شيخ عطار. إحنا بنرجع يا شيخ عطار. اللي بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار. احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه. انا ما عملتش حاجه يا حضرة الضابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا،
ثلاثة مصابين وخمسة وسبعين واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين ما فيهمش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها ايوه مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ايوه ايوه. ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ عسل عطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. انا ما قلتش حاجة، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المنيا أرحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا أهلا أهلا، شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات، ازيك يا مات؟
شيل الشنط بسرعة لعمك الحاج. حاضر. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بودات في العمارة، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة أرجوك. ما تخافش ما تخافش يا أخ بولس. اتفضل يا كركس، اتفضل، تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. أهلا وسهلا. الأخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصة سعيدة يا أستاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو حصل أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا حافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك. ما يصحش، اتفضل. يلا يا حاج حسن. أصل ما يصحش نسيب الراجل. أنتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا إيه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضل. تفضل يا بوليس يا اخويا، تفضل في شقتك ومطرحك. شايف شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. لطيفه. صدقني يا جرجس، بابي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عارف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جيركس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبلة ولا في ايه؟ مالك يا جيركس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بان علي راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام، كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعية ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه، ووقع بيته وجه يستجد بيه هو ومراته وابنه.